تثبتوش في ضوء ان في تعاقد جديد جاي لمده سنتين. احنا طبعا في اطار التواصل مع المدرسين وتوجيهات السيد الوزير الدكتور يحيى كشك محافظ اسيوط، التقينا بالسيد وكيل الوزاره ومدير عام الشؤون الماليه والاداريه ومسؤول شؤون العاملين، وتم توضيح التجديد للتعاقد وليس تعاقد جديد، وفي اطار التعليمات للقانون 155 وتعديلاته تم شرح التجديد للتعاقد حتى يكون في اطار الشرعيه، لان التعاقد اللي تم سابقا كان في بعض الملاحظات ما تزيدش به الاكاديميه المهنيه، وتم التواصل مع الدكتور حسام مدير الاكاديميه في اسيوط وعلى التليفون وبالفتح السبيكر للسادة الاخوه المدرسين، وضح لهم ان التعاقد دوت ده تعاقد المفروض ان يكون للمعلم المساعد، وتم توضيح الشروط والبيانات المطلوبه منهم للتجديد. المجموعه اللي معانا فعلا اقتنعت وكان ليها بعض الملاحظات وضحنا له، وقال هو في توضيحه للسادة المدرسين ان التعاقد بيتم 4 مرات سنويا بالتنسيق مع الوزارة ومع مدير التربية والتعليم في المحافظات. فهو وضح حاليا ان في 1/10 لو ان هذه العقود وصلت للأكاديمية بيتم حصرها على النت والتواصل مع الوزارة بتعيين المستحقين في 1/7 لازم يكون مر عليهم سنتين، يعني التعيين في 1/7/2011 هيكون عدى عليه سنتين في 1/7/2013، وأيضا 1/9/2011 هيكون في 1/9 يكون عدى عليه سنتين. هيتم التنسيق بين مديرية التربية والتعليم وما بين الأكاديمية لحصر هذه الأسماء، واللي تنطبق عليه الشروط هيتم تعيينه طبقا لما هو وارد من الوزارة في هذا الشأن.